يا أهلا بالمشاهدين، الآن وصلنا لختام حلقة اليوم مع هنادي وفقرة ستارز. بس ستارز ولا ستارز جوسب؟ ستارز جوسب مثل ما بدكم سميه، على ذوقكم. يحللك يا هنادي، فقرتك انت اختاري. ستارز هلا اسمها. يلا ستارز. يلا ستارز. طيب يا هنادي، بما انه الفقره اسمها ستارز، خلينا نعرف اخبار النجوم، الالبومز، الاغاني، ايش قاعد يصير؟ البومز كثير فيها يعني اشياء جديده، بس حنبدا معكم بدراما رمضان. ومسلسل تحديدا مسلسل مارغريت للفنانه حياه الفهد، يلي هلا يعني العالم كله ناطره تعرف هذا المسلسل شو قصته، لانه البوستر اللي نزل فيه كثير هيك يعني بحير، طلعت فيه بشكل سيده انجليزيه مع حسن البلام، بس بطالع بالستايل الخليجي، تحسي تاريخي شوي كأنه، ولا ناس صارت تستغرب تعرف شو هو هذا هالبوستر، شوي حيار الناس. اوكي حلو. طيب احنا افضل شخص يعني نعرف منه الموضوع هو صاحب الشأن نفسه. صاحب الشأن بالضبط. معنا من الكويت الفنانة القديرة حياة الفهد. مرحبا، اهلا وسهلا فيكي ونورتينا، وتحية لك ولكل احبائنا بالكويت. حبيبتي حياك الله، يا هلا فيكم، مساء الخير. حياكي، مساء الورد، حياكم الله، يسعد صباحك. يلا ام سوزان، اهلا وسهلا. هلا والله، هلا فيك ام سوزان. خلينا نبلش بالاول عن مسلسل مارغريت، اللي هلا كنا عم نحكي قديش محير الناس، ما عم يعرفوا شو ستايله بالضبط، هل هو كوميدي ولا هو تاريخي؟ وهل خلصتوا تصويره ولا لهلا عم بتصوروا بعد؟ لا، احنا بدأنا تصوير الحمد لله، الجماعه بدأوا، انا الجمعه رايحه ان شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله يعني قدامنا هيك أقل من شهر نخلص بإذن الله. مارغريت هو ما أدري ليش الاسم عمل ضجة يعني. نعم. معنا يعني اسم عادي يعني، ما مو غريب. نعم. بس هو لأن مارغريت معناها تمثل تكون إنسانة أجنبية. ففي كثير من الأسماء اللي ممكن تكون يستخدمونها العرب، يعني مثل أنا بنتي سوزان مو متعارف عليه كعربي، كاسم عربي، لكن اسم. نعم. بس هو موضوع مارغريت، موضوع مارغريت يعني هي امرأة. نعم نعم، تفضل تفضل تفضل. نعم. هي والدها تزوج من أمها الإنجليزية وعاش فترة هناك طويلة معاهم، بعدين تزوجها، بعدين خلال بس انجبت بنتها صار انفصال وابتعد عنها، صار في قعدت هي وبنتها في بريطانيا، والبنت خلاص يعني تطبعت أطباع الإنجليز. نعم. بعدين صار النصيب انها تتزوج عربي وتجي لدوله عربيه وتعيش فيها، حامله طبعا كل ارث، الارث الانجليزي معاها. وغير كذي في احداث كثيره، طبعا مش قضيتنا هي العادات، لا احنا قضايا عندنا عديده في العمل، بس هي طبعا العادات هذا شيء اساسي، اختلاف العادات. نعم. يعني في صرامه في الموضوع، لانهم وايد صارمين باحترام المواعيد واحترام الوقت بالنسبه للاكل للشرب لكل شيء. احنا عندنا العرب كشرقيين لا، ما عندنا هذا الالتزام في كل شيء، يعني ممكن موعدك 4 تروح 4:30 5 عادي، موعد الغداء تاكله بدل الساعه 12 تاكله الساعه 4 يعني. وبعدين يعني في نظام عندهم، انظمه غريبه شوي. ليه غريبه؟ ايش 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 في الغريب؟ بالملابس الرسميه يشربون بالملابس الرسميه، وفي اوقات للشاي وللاكل للغداء. فهذا كلها طبعا تعمل تصادم بينها وبين بالبدايات يعني. طيب استاذه حياه، في عنا بس تساؤل، هل حيكون هو 15 حلقه ولا 30 حلقه؟ نعم. عفوا، حيكون 15 حلقه ولا 30 حلقه؟ لا 30 ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ام سوزان، في جانب كوميدي، هو خط كوميدي من ناحيه حسن البلام يعني. هو ام سوزان، ام سوزان اذا تسمعينه، هو بما يخص الاسم، هو الاسم غير يعني مو غريب، ولكن كثير من الناس توقعوا لي انه مارغريت هي شخصيه يعني حقيقيه وكانت موجوده في التاريخ، وناس قالوا انه هي كانت يعني من الاسره الحاكمه، فلذلك احنا نسال عن 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 الاسم. ولكن هل هناك مثلا ايضا قضايا يناقشها المسلسل يعني؟ وهل راح نشوف يعني نشوف حياه الفهد بالاعمال
دائما راح تقدم السير الذاتيه مثل يعني ام هارون. اليوم الموسم رمضان القادم راح نشوف مارغريت وهكذا يعني. هل ممكن نشوف هذا التوجه؟ هو في قضايا عديده في العمل، مو بس انا اللي تكلمت عنها انا. نعم. لا في قضايا عديده، لانه عندها اولاد وعندهم مشاكل، ويعني ما ابي اقول شنو الاحداث لكنها عديده. نعم. بعدين بالنسبه لمهارو يعني هي ما تمثل شخصيه معينه، في كثير ناس قالوا ان شخصيه رئيسية في نعم بريطانيا نعم وتمثل، لا 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 بريد كل البعد عن هذا الشيء. ممتاز. مثل مهارون، مهارون ما كانت شخصية حقيقية يعني. نعم. مهارون احنا هي في دكتورة، كانت دكتورة شعبية في نعم البحرين، عاشت فترة طويلة، احنا اخذنا بس اللوك مالها اللبس والشعر. نعم. انما قصتها لا بعيده كل البعد، ما لها علاقه في السيده هذه. احنا عجبنا الشكل اخذناه. مثل مارغريت، مارغريت طبعا ان شاء الله على بالتوفيق استاذه حياه، بانتظار المسلسل على علاقتها. نعم بانتظار المسلسل اكيد ان شاء الله برمضان، بانتظارك وانتظار نجاحاتك الدائمه. شكرا كثير لك، كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. حبيبتي مشكوره، حياكم الله. الله يحييكي.